شو هيك متعلق باللون الأخضر؟ ليش أنت من حزب الخضر؟ لا حزب الخضر ولا حزب الحمر دكتور، أنا من حزب الله. إيه مزبوط، الشيعة بيحبوا الأخضر. الأخضر لون الإسلام شيعة وسنة، بس أنا سني للنخاع دكتور. إيه ما اختلفنا تكون سني ولا شيعي، ليش اللون الأخضر مفضل عندك؟ لأنه لون الإسلام، لأنه لون الجنة وأهلها. أوف، أنا افتكرت لون الإسلام أحمر مثل لون الدم. لا لا ظنك خاطئ دكتور. طيب وليش الأخضر لون الإسلام؟ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هاد كل شي بيدل على اللون الأخضر في الإسلام. دكتور الرسول كان يفضل يلبس ثياب لونها أخضر، قال أبي رمثة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه برداني أخضراني. بس لأنه الرسول لبس مرة أخضر صار لون الإسلام المفضل؟ مرتين دكتور، المرة الثانية بيقول ابن أمية أن الرسول طاف بالبيت ببرد أخضر يستحب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة، وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. اللون الأخضر يا دكتور دليل الفرح والسعادة والسلام والهدوء والطمأنينة والمحبة والتسامح. ما شاء الله ما شاء الله، هاي كلها موجود بالإسلام؟ ليش لحد هلا ما لاحظت هذا الشي دكتور؟ لا يبدو أنا فاقد الإحساس. بعيد الشر عنك دكتور، مرات الواحد ما بينتبه للصفات الجميلة اللي في ديننا الحنيف. وانتو شو لون ثيابكم بالجنة دكتور؟ لون ثيابنا بالسما بيضة، رمز للنقاوة والقداسة اللي قدسنا فيها المسيح. كمان الأبيض حلو دكتور، الرسول طلب منا نكفن الأموات بالأبيض، وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم. يا ربي صبرك،